رحب في شغل عالي. فكرة البطل الخارق اللي بيقدر يعمل كل حاجة دي فكرة موجودة في الأفلام وبس، لكن الحقيقة مليانة ناس عاديين بس بيعملوا حاجات خارقة. السر في كلمة من 4 حروف اسمها فريق. كل الأبحاث اللي بتدرس سلامة الأشخاص النفسية بتقول إن قدرة الإنسان على حل المشاكل واتخاذ قرارات جريئة شوية، قرارات لصالح، يعني إنه يبتكر أكتر أو يبدع أكتر، إن القدرة دي بتزيد لأضعاف في وجود فريق. الفريق بيحسن من نموك الشخصي، بيحسن كمان من رضاك عن العمل، عن الشغل بكل تفاصيله، بيقلل الضغوط من عليك. لكن لما نيجي نتكلم عن الفريق لازم نتكلم من زوايا كتير. أنا مثلاً كجزء من الفريق، ولازم نعرف إيه هو الفريق الكويس وهو في فريق وحش، مش كده؟ في قصة عايز أحكيها لكم بتحكي عن فلاح كان بيشتري بذور نادرة، وكان كل ما يشتري المجموعة النادرة دي من البذور، واللي كان بالمناسبة بيسافر علشان يجيبها، كان في الأول بيهادي بيها كل جيران وبعدين يزرعها في أرضه. الناس اللي حواليه بعد مرور وقت وأكتر من تجربة وأكتر من محصول وأكتر من موسم سألوه عن السر، مش معنى بتعمل كده؟ ليه بتهديهم بيها يزرعوها هم الأول؟ قال لهم أنا غالباً بحب أطمن إن زراعتهم هم كويسة عشان ما تجيش بسبب الرياح يعني عليا لقاحات المحصول السيء أو البذور السيئة وتبوظ لي المحصول بتاعي. فكرته ذكية جداً، هو كان بينجح بنجاح الآخرين، بس كان بينجح والآخرين كمان ناجحين، ما كانش ده بيمثل أي مشكلة. فاكرين كمان واحدة من الحاجات اللي لازم نغضب منها ونغيرها؟ نظرية أشطر كتكوت كده بتاعت المدرسة. حتى كان في المدرسة بيحصل إنه يفضلوا يكرموا أوائل الطلبة وهو ما بيطلعش من الأوائل أبداً. حصلت؟ صدقوني أنا فاكرة نفسي وأنا في ثالثة ابتدائي وقاعدة في آخر الصف وهما بيكرموا الأوائل. حاجة حلوة جداً إن يكون عندنا ناس كويسة ومتميزين. في وسط ما احنا اتعلمنا انه طبعا في حد جميل وشاطر، بس نسينا نعلم بعض او نفكر بعض اننا كلنا ناقصين حته، والحته اللي احنا ناقصينها دي مش بتكمل غير في وسط مجموعه. احنا مخلوقين كده، احنا كائنات اجتماعيه. فكره النجاح الفردي في بيئه فاشله دي فكره اصلا عيانه، يعني لازم نناقشها. مش ممكن ابدا لو كل حاجه حواليا فاشله انا هنجح لوحدي، فدي تبقى شطاره. فكره كمان ذوق اللي جنبك، ذوق اللي جنبك عشان انت تبان، ده منطق بتاع الغابة. لكن البني آدمين بينوروا مع بعض أو يضلموا مع بعض، عشان كده نفسي أكلمكم عن الفريق الجيد. بس قبل ما نتكلم خلوني أسمع منكم، يعني حد يقدر يشاركنا فريق الجيد يعني إيه؟ إيه الجود تيم؟ إحنا مبسوطين النهاردة باشمهندس أحمد البابلي ضيفنا في الحلقة، موجود معانا في الاستوديو. حقيقي يا باشمهندس. لو في هدف واحد كله مستقر عليه ومتفقين عليه يبقى ده هيعمل تيم كويس او فريق كويس. حلو حلو، موافقه، بس هناقشك في كل فكره. هدف واحد بس انا هوصله الاول، ايه رايك؟ هنوصل له كلنا مع بعض. طيب برافو، انت جميله. مش كل الناس كده. ها، ايه اللي بيعمل فريق كويس؟ اتفضل. حضرتك يا دكتور انا مبسوط ان انا معاكي جدا، تمام؟ طيب. والموضوع ده كويس جدا على فكره، بس بناء على حضرتك بتتكلمي فيه، هو دايما الفريق الكويس عشان يبقى كويس لازم الاراء تبقى مختلفه، لان ده اللي هيخليهم في الاخر يجتمعوا على راي يكون صح ما بينهم. حلو، فكره عميقه دي. تمام. انه يعني يبقى كل واحد فيهم عنده خبره مختلفه فبيكملوا عشان يكملوا بعض. حلو، موافقه. ايه ايه كمان؟ فريق كويس. فريق كويس يا باشمهندس. الفريق كويس في العموم هو اعظم هديه ممكن تقدمها لمؤسسه. أصلاً مرحلة تكوين الفريق دي من أصعب المراحل اللي ممكن تعدي على كيان عشان يبتدي قيادته عشان يكمل بقى ويحقق المهمة المطلوبة منه، دي المهمة الأصعب. بالمناسبة الفريق كويس ده كمان مجموع فريق ممكن ينهزم، يعني عمرنا ما شفنا مثلاً فريق كورة بيكسب على طول، حتى الفريق كويس بيخسر، وارد. مش معنى إنه فريق كويس إنه مستحيل ينهزم، ومش لو انهزم يبقى فريق وحش. معروف طبعاً إنه عشان أعمل فريق كويس أنت محتاج قيادة كويسة، لكن كمان إحنا محتاجين ناس بتستجيب للتطور، دي اللي بتعمل فريق عظيم. زي ما هاني كان بيقول في الفريق الكويس في اختلافات شخصية، عايز أقول لك كمان إن في عيوب شخصية. في حد فينا ما بيعرفش يعمل الحتة دي، وفي حد تاني بيعرف يعملها كويس، والعكس كمان. فإحنا بنكمل بعض. الخلافات طبعًا موجودة،
لكن الرؤية بتتحقق. في الفريق كويس مفيش حد ملوش لازمة، لكن في الفريق الوحش دايما هيقول لك ده فلان ده فاشل وما بيعرفش يعمل حاجة. في الفريق كويس الراجل الفاشل ده ممكن يتاخد ويتوظف في مكان مختلف فيعمل شغل لطيف، مش لازم يعمل شغل خارق، بس مفيش حد ملوش لازمة. والحاجة الثالثة اللي لازم نفتكرها واحنا بنتكلم عن الفريق، ان لازم اعرف يعني ايه فريق وحش. فريق وحش ليها شوية علامات ودلالات كده. اولها القائد، تخيلوا القائد اللي فاكر نفسه احسن واحد بيعمل فريق وحش في الغالب. والصف الثاني بيفصل القائد اللي فاكر نفسه احسن واحد عن بقية الناس. وعندهم حاجة معروفة جدا طبقها على أي حد تلاقيه إنه فريقه فيه اضطرابات كده ومشاكل، إننا بنحاول نكمل الخانات من غير نتائج محددة. يعني الفريق الوحش ده ممكن يشتغل من 8 الصبح ل 8 بالليل، لكن ما تقدرش تقيس نتائج محددة للشغل بتاعه، بيشتغل بس إحنا مش شايفين نتيجة. في الفريق الوحش في قاعدة معروفة جدا، إنه لو مصيبة حصلت مش إحنا اتفقنا إن الفريق كويس بيتغلب؟ الفريق الوحش كمان بيتغلب، بس لو حصلت هزيمة بيحصل إيه؟ اللي جنبي، أصل في حد تاني هو السبب، يا إما جوه الفريق أو بره الفريق، بس إحنا في الغالب بنلوم على حد لما بنتهزم. القاعدة بتقول إنك لما بتدي أشخاص جيدين فرص جيدة بتحصل أمور عظيمة. أعظم خطة في الدنيا هتفضل نظرية، مجرد نظرية لطيفة لو ما عندكش فريق بينفذها. النجاح هو الحاجة الوحيدة اللي بتبقى أحلى لما نتشاركها. ده مش كلامي بالمناسبة، ده كلام ناس عاديين عملوا حاجات خارقة وبقوا أبطال. خد نفسك شوية يا غالي وارجع نكمل شغل عالي.